نحو 15 مليون قطعة سلاح منفلت وبمعدل 3 قطع في كل منزل، إحصائية ليست من بلد لاتيني كالسلفادور أو فنزويلا أو المكسيك، إنها من العراق. إحصائية تفسر ربما ارتفاع نسبة الجريمة والقتل في بلد باتت تحكمه الميليشيات وبات الأمان فيه شبه منعدم بسبب فوضى انتشار السلاح، فلا يمر يوم دون خبر يتحدث عن مقتل أشخاص وإصابة آخرين. وزارة الداخلية قالت إنها أطلقت برنامج تسجيل الأسلحة وفتحت مئات المراكز لهذه الغاية وسمحت بوقع سلاح خفيف، لكن مصدراً أمنياً أكد أن الإقبال على تسجيل الأسلحة ضعيف جداً ويكاد يكون شبه معدوم. الوزارة نفسها قالت إنها قامت في نهاية الربع الأخير من العام الفائت بتخصيص مبلغ 1 مليار دينار لكل محافظة لشراء السلاح، لكن لجنة الأمن النيابية أوضحت أن قلة الأموال المخصصة تقف عائقاً أمام شراء السلاح من المواطنين، لا سيما أمام الكم الهائل من العتاد. اللجنة قالت إن الوفرة الكبيرة في الأسلحة المنتشرة بين المواطنين لا تقتصر على الأسلحة الخفيفة بل تتعداها للمتوسطة والثقيلة، مشككين باستراتيجية جمع هذه الأسلحة وفيما إذا كانت ستشمل الجميع دون استثناءات، في إشارة للمتنفذين والمقربين من الميليشيات والأحزاب. لجنة الأمن النيابية أرجعت أسباب الإقبال الضعيف على تسجيل الأسلحة إلى هاجس القلق والخوف لدى المواطنين، نظراً لكون أغلب القرارات الحكومية تبقى حبيسة على الأوراق والأرفف. ملف الأسلحة هو أحد الملفات العالقة التي تتقاذفه الحكومة المتعاقبة وتكتفي بتصريحات وقوانين لا تغير شيئاً على أرض الواقع بحسب مراقبين.